أستاذ محترف في فن التمثيل ومن أهم وأكبر نجوم المسرح والشاشتين والإذاعة أيضا بلبنان. رحلة نجوميته كانت رحلة كفاح، ويمكن رحلة كفاح مرة وقاسية. المهم أنه كلل بالوصول إلى القمة وما زال على القمة. بيسعدني اليوم رحب بالممثل الأستاذ فيليب عقيلي. شكراً لك. شكراً. أهلا وسهلا فيك. شكراً وشكراً على المقدمة. أستاذ فيليب، بالحقيقة المقدمة أصغر بكثير من اسمك. أول عمري. وبيلفتني أكثر أنه صحيح أنك نجم وما زلت نجم، إنما الأهم أنه اسمك حبيب إلى كل قلب مشاهد أو مستمع لبناني. شو سر هالمحبة هيدي بينك وبين الجمهور؟ لأني مخلص للعمل اللي عم بعمله، أدي بكل طبيعة بمنتهى العفوية، وهيدي يمكن جاي من وراء الطفولة اللي فيه. الطفل ما بينكره أبدا، ما حدا بيكره الطفل. أنا بعتقد بنفسي أنه أنا صحيح كبرت بالعمر، بس قلبي وقف بالتسع سنين بالعشر سنين، ضل في الطفولة. لا سبب، الناس بتحب الطفولة، بتحب الطيبة، وأنا من هالنوع. العمر كله إن شاء الله. الله يخليك. هون بما أنه عم نحكي عن العمر، بحب أسألك، فيليب عقيقي مواليد أي سنة؟ سنة 1924. 1924. قدي صار لك بالفن من أصل هال السنة؟ 50 سنة. سنة يوبيل 50. أنا طلعت على المسرح سنة 38-39، سنة 88-89، 50 سنة تماما. ابتديت من المسرح أو من السينما أو من التلفزيون؟ لا، بهيدا الوقت اللي أنا ابتديت فيه ما كان في سينما، المسرح. ابتديت بالمسرح. هو أنا ابتديت يعني 50 سنة، هيدا إذا بدنا نقول على نطاق احتراف، إذا بدنا نسميه احتراف. بس أنا فنيا أكبر من هيك بكتير. أنا ابن 9 سنين عملت مسرح، ابن 10 سنين. حلو. يعني وبدون ما اشوف مسرح كنت اسمع بالضيعة الشباب الجمعيات يعملوا مسرحيات. نحن كنا صغار، اهلنا ما كانوا يخلونا نروح على المسرحية، بس كنت اسمعهم يقولوا سحب السيف علي عم، يعني كلهم رسخوا بفكري. وانا وجيت انا ألفت اشياء يعني على قد طفولتي. تتذكر بهذاك الوقت شو اول دور لعبته على المسرح؟ لا، ما مش دور. اول دور لعبته كاحتراف، لعبت دور كان شيء طريف جدا. سنة 38 دخلت بجمعية اسمها جمعية الأدب التمثيلي للمخرج، كان مخرج كبير المرحوم ميشيل هارون، كان صاحب فرقة كتير عملت وسايط، كانت فرقة كتير محترمة. تفت فيها هاي الفرقة أنا، وعطاني دور فيه سمعا وطاعة يا مولاي. بس رحت 3 أشهر بروفات كل ليلة يقول سمعا وطاعة يا مولاي، وليلة المسرحية يمكن رددت 1500 مرة، وقفت وراء الكواليس وقول سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة. وقال إجا دوري، عيط لي، فت لجوا، قال لي اللي بده يقوله، قلت له سمعا، قلت له سمعة وطاعة يا مولاي. وقت المخرج شمط لي بدينتي وقال لي انت مش خارج فن، روح على البيت عشان ما تضيع وقتك، ضيع مستقبلك. وبكيت وزعلت وما أثرت علي، ضليت مكفى ورجعت عملت وسايط ورجعت كفحت ورجعت تفت بالفرقة وشغلي طويلة. حياتنا نحن الفنانين اللي من 50 سنة لليوم فيها كفاح مرير مرير ما حدا بيتصوره. شو قضينا حرمان، وشو قضينا جوع، وشو قضينا، وفي أحداث كتيرة بتبرهن عن جوعنا والايام الصعبه اللي عشناها. طيب بالاضافه لعملك الفني كنت عم تستعين بعمل اخر لحتى؟ لا لا لا، بحياتي ما عملت عمل. طيب وكنت تمرق بضيقه ماديه مثل ما عم تقول؟ نعم، انا عشت 5 سنين ب5 ليرات. 5 ليرات. نعم، انا كنت اتغدى قليطه. بتعرفي شو القليطه؟ كعكه بسمسم، يعني هي كانت اسمها قليطه بس مش مدوره مثل الرغيف. كنت اتغدى قليطه ب5 قروش عملت 5 سنين. يا هل ترى حب الفن بيستاهل هالتضحيه كلها؟ ما في شك. الفن انا ما بلشت هاكد انه الفن مثل ما بشوفه اليوم. اليوم بشوفه رسالة حاملة مثل ما بيحملها اي رجل دين، اي مبشر، اي دي هاي. يعني انا بعتقد انه انا مختار تعمل هاي الرسالة، وفعلا انه انا ضحيت حياتي كلها في سبيل الرسالة. ضليت اعزب، ما عندي عائلة، ضليت عايش للفن وبس. ما بحياتي سألت عن ماديات او شيء، للفن وبس. طيب بدي ارجع على السينما، كونك من مؤسسين السينما اللبنانية. نعم.
وبفتكر انك ابتديت مش بس من خلال التمثيل انما ايضا من خلال الاخراج. اخراج ومدير تصوير كمان. نعم. طيب ليه لحتى فيليب حقيقي استمر ممثل وما قدم اعمال من اخراجه؟ ما عملت اخراج او ما عملت مدير تصوير لانه انا بحب الشغلة. لا انا كنت دائما اشوف حالي قدام الكاميرا مش ورا الكاميرا. انا كنت متضايق كثير اني وقفت الكاميرا واجاني ظروف كثير مهمه. انا كنت بظرف من الاوقات بوقت من الاوقات بلبنان احسن مدير تصوير بلبنان وكثير لاموني التقنيين انه انت شو بده يطلع لك من ممثل مدير تصوير اجره كبير. بعدين اعطيت نتيجه على الشاشه بعده افلام كمدير تصوير برضو. انا ما بدي اشتغل، انا بدي امثل، انا بدي اوقف قدام الكاميرا. خبرني شوي عن الافلام اللي حققتها بالسينما ايام زمان. ايام زمان ايه عملت عربة الشيطان، عملت زهور حمراء، عملت السم الابيض، مملكة الفقراء. هو من الافلام اللبنانية اللي باول عهد السينما اللبنانية. اكيد هالافلام انا ماني مطلع عليها. لا طبعا انت يمكن ما كنت حب اعرف منك انت اليوم شو بتقيم هالافلام اللي تحققت من سنوات طويلة سنوات. نعم. عديدة بالنسبة. نعم. للأفلام اللبنانية اللي عم نشوفها بها المرحلة. في شغلة مهمة كتير في وهي انه هالأفلام كلها اللي طلعت بوقتها كان لها هوية لبنانية 100%. يعني اي واحد اجنبي ما بيعرف يحكي عربي ما بيعرف ويشوف هالفيلم بيقول هيدا الفيلم لبناني لانه جو لبناني، الاتموسفير تبعه لبناني، القصة لبنانية، التمثيل لبناني 100%. هيدا الفرق بين اليوم عم بيعملوا قصص ممكن تحدث بالمكان، قصة بوليسية بتحدث باليونان بايطاليا بفرنسا وين مكان، بس لا هيديك الافلام كانت هوية لبنانية 100%. يا ريت كفتك انت مع عودة السينما الى الهوية اللبنانية. طبعا الصافية. طبعا ودائما انا بصرف فيها باي مقابلة بقول يا اخي ليه ما بنعمل لافلامنا هوية هوية لبنانية. بعدين احنا اذا كان للتاريخ، اذا كان تاريخنا حافل بالقصص، اذا كان لقصص الحب او الاجتماعي او في احلى من قصة حب القرية اللبنانية، ما في اروع منها ابدا. بنحكي عن المسرح. نعم. خبرني هيك بسرعة شوي عن تاريخ فيليب حقيقي المسرحي، شو بتتذكر؟ المسرح انا قضيت بالمسرح من سنة 38 لسنة الخمسينات 54 53. بعدين انقرض المسرح تقريبا بلبنان، ما عاد في مسرح بلبنان. هيدا اللي جبرني اتجه للسينما، رحت عن مدير تصوير والى اخره سينما. المسرح بالاربعينات كان في اخلاص وفي تفاني للمسرح اكثر من اليوم. يعني تصوري كنا نعمل تمارين 3 أشهر تنقدم ليلي وحدي، كنا ننام بالمسرح. طيب شو بتفسر هالمجهود اللي كنتوا تبذلوه وهالتضحيات في سبيل ليلي وحدي؟ في سبيل اليوم المسرح المادي طغيت علي شوي. بالاول ما في مادي، مش معقول يعني تصوري نعمل تمارين 3 أشهر نقدم ليلي، شو المادي اللي بده يفوت من هالشغله؟ يعني ما لنا ماديه شغله ابدا. وبعدين وين الكارثه؟ يعني بعد المسرحيه نقعد نعمل حسابات يطلع علينا كل واحد 10 ليرات من ليرات بهذيك الايام. يعني كانت تحكي العشرات. ايه كنا نغطي مصاريف المسرح لسبب كان في اخلاص، كان في تفاني. اليوم بعدك عم تشتغل بنفس الاخلاص اللي كنت تحسه ايه سابقا. انا ايه انا ايه. كم مسرحيه تقريبا نفذت من هذيك الايام لليوم؟ ما بينعدوا بالمئات، يمكن وصلوا للالوف. طيب بلاحظ استاذ فيليب انه بالفتره الاخيره خاصه. نعم. عم تشتغل مسرح وعم بتقدم بطوله مسرحيات. نعم. بشكل تقريبا شبه مستمر. نعم. والمسرح معروف عنه انه بده مجهود وبده. نعم. تعب وارهاق. نعم. شو سر صمودك على خشبه المسرح طول هالفتره هيدي؟ في شغله ما بعرف اذا قادر اوصلها للناس تقلك شو السبب. انا في اوقات اذا درسي بيوجعني وطلعت لبست الشخصيه وطلعت على المسرح ما بقى في وجع، لانه انا مؤمن انه هالشخصيه اللي انا عم بلعبها مدرسه ما بيوجعه، انا درسه بيوجعني مش هو. لسبب تقمص الشخصيه. انا لعبت اخر مسرحيه كانت مفاجاه لكل العالم لكل النقاد، حتى كانت مفاجاه كبيره جدا بمهرجان بغداد للمسرح انه ممثل بهالعمر عنده هاي الحيويه. كان عندي فعلا هيك.
هوني بحب اذكر حادثه عرفت فيها وسمعتها حصلت معك بالماضي على خشبة المسرح، انك فقدت نظرك. نعم. وقعت على خشبة المسرح. نعم. والجمهور بفتكر انه ما انتبه واستمريت باداء دورك. نعم. بتخبرني شوي شو؟ نعم، هيدي من يعني انا قلت بوقتها، قلت طيب ممكن واحد يقدم للمسرح اكثر من نظره، طيب انا قدمت نظري. انا صار معي ماي زرقاء ورحت شفت 2-3-4 بروفيسوري بالعيون وقالوا لي ما بيسوى تشوف النور، يعني ما بيسوى تشوف الشمس، لازم تقعد بالعتمة او تعمل عملية فورا. يعني انا كانت المسرحية انا بعمل فيها بدها 15 يوم تتغلق. ما قلت للمخرج، ما قلت للفرقة، ما قلت للمنتج، ما قلت لحدا، مشان ما وقف العمل. يعني جيل على القشة لقيتها 15 يوم في كومبلي، في جمهور عم يفوت. انا شو فكرت؟ انه في جمهور يمكن جاي من فرية، يمكن في جمهور جاي من الاشرفية، في جمهور جاي من جبال، شو ذنبه انا بعيوني وشو له علاقة هو بالشغلة؟ ما اذا دافع مصاري وجاي تحت الشتاء ومكلف تحضر. كفيت فقدت حتى النظر. ولو على حساب فقدت نظري، فقدت. ضليت اخر اسبوع كان في واحد بيجي بياخذني مثل العميان بينزلني على المسرح، ما عاد شوف ميز الممثل من الممثل، يعني عميل. طيب ممكن انه ممثل يأدي دور من دون ما يكون عم يشوف سطح حواليه؟ ايه ممكن. عندي حس مرهف غريب اذا بيتحكى. كان بهاي الوقت مرقت علي الفتره هاي، كان اذا الممثل تحرك من محل لمحل اعرف انه تحرك من محل لمحل، بحسي كنت على المسرح. بما انه عم نحكي عن الذكريات، خبرني شيء من اطرف ذكرياتك، حكينا عن ذكريات مؤلمه لحديت هلا، شو؟ مرق كثير ذكريات، مرق كثير. في شيء بتتذكره هلا هيك بيخطر على بالك؟ والله الشيء اللي مأثر معي بفكر فيه دائما، الاكل اللي اكلته من جدي بطفولتي. لاي ما لاني كنت ولد شقي او كنت ولد مبنطاق او كنت كسلان بالمدرسه، لا، بس لاني كنت عم بعمل مسرح، كنت عم جمع الاطفال وبعمل له المسرح، وبعرف انا انه بنهايه المسرحيه انا باخذ القضيب معي بروح لعنده بتفضل بدي اكل الاكل. ما في هيدي كثير مأثرة معي. طيب لو هلا حضرتك كنت اب او جد، عم تخبرني عن جدك، كنت بترحب وبتشجع ابنك انه يشتغل بالفن بعد كل المصاعب يلي مرقت فيها؟ معلوم اذا عنده الموهبه في مصاعب الممثل اللي كانت عندنا نحن، ما بقى في اليوم الممثل الفلاني صار على طبق من فضه جايته، ما بقى في مصاعب. فعلا بس انا لو عندي بنت صبيه ومثل القمر ووحيده وهاوي فن، يلا انا باخذها بشجعها. معلوم. حكينا مسرح وحكينا سينما، نحكي تلفزيون. نعم. لعبت أدوار لا تعد ولا تحصى. نعم. وبمسلسلات مختلفة. نعم. الأنواع. نعم. كم مسلسل تقريبا؟ عم بطلب منك أرقام وصعب واحد يحدد. ايه بس صعب. إنه صعب. على الوجه التقريبي صعب صعب كتير، شاغل كتير مسلسل. أنا أول وجه طلع على شاشة تلفزيون لبنان وأول وجه طلع على شاشة التلفزيون اللي فتح جديد. أول وجه. نعم. كنتوا تمسوا على الهواء مباشرة؟ ايه بقينا سنين نلعب على الهواء، نحن عاملين الأجنحة المتكسرة ساعتين إلا ربع على الهواء، رماتيك على الهواء. حصل معك شي مرة إنه خانتك الذاكرة؟ ايه. أنت وعم تأدي أي دور؟ وكيف كنت تتصرف؟ المخرج خلصها مش أنا، أنا ما قدرت لأنه الممثل أوقات وقت اللي بيفقد الحوار ما بيجي أبدا الحوار، يعني مفروض اللي الممثل اللي بوجهه يخلصه، اما هو زفلت منه الحوار ما بقى يجي ابدا. وعلى المسرح نفس الشيء؟ وعلى المسرح نفس الشيء، وين ما كان. ما بتجرب انك تعبي الفراغ بكم كلمه من عندك؟ هلا صرت فيي اعبي الفراغ. بتزبط؟ طبعا تنجح على المران. طيب استاذ فيليب، اشتغلت سينما قديما. نعم. وتلفزيون وكذلك مسرح. نعم. وحاليا ايضا. نعم. بتعتقد انه قدرنا من خلال السينما او التلفزيون نوصل لتحقيق العمل المعقول ان كان على سبيل النص او الحوار او الاخراج او التمثيل؟ شوفي، هو اجا مسلسلات تلفزيونية لا بأس فيها، واجا مسلسلات لا ما كان بيسوى تنعرض ابدا، لا من حيث النص ولا من حيث الحوار ولا من حيث التأدية ولا اجا مسلسلات كتير عاطلة مرقت، واجا مسلسلات حلوة لا بأس بها. ما فينا نقول كمال لأنه الفن ما في كمال، الآفاق بعيدة كتير، ما حدا في يوصل للآخر. وبالمسرح شرحوا، بالمسرح نزل مسرحيات ونزل مسرح حلو. ومن هالمسرحيات شو كان نصيبك؟ كان نصيبك من اثنين، من المنيح؟ لا، أنا بالتلفزيون ممكن كان نصيبي بمسلسلات ضعيفة، تلفزيون بقبل أوقات، بس مسرح لا.
مسرح ما عندي جرأة واجه الجمهور بشي مني واثق منه مني متأكد منه. بالتلفزيون ما عم واجه الجمهور. أنا لعبت أدوار بالتلفزيون صرت صلي أقول أنا الليلة هاي الحلقة بدها تمرق يا رب تنقطع الكهرباء بنص لبنان يعني مشان يزمط هذا الدور. المسرح لا، المسرح ما بقبل إلا الدور اللي واثق منه لأني بدي قابل جمهور. طيب شو سبب قبولك بأدوار أقل من المستوى اللي عادة بتفرضه بأدوارك؟ في أسباب مع أنه تلفزيون بينشاف أكثر مثل ما عم نقول. أيوة في عدة أسباب، في أسباب، في سبب مش أنا مسؤول عنه، لأنه إجا وقت بيجي واحد يتفق معي على 13 حلقة بيعطيني حلقة وبقول له طيب الحلقة أوكي الدور حلو كتير اروي لي 13، بيروي لي القصة بلاقي الدور تمام ماشي حلو، طيب منبلش تاني تالتي من صلاة خمسة للسنة بلاقي هالدور نزل ضعف ما عاد في مادة، يعني أنا خلص شخصية علقت بالمسلسل مجبور ألعبه ل 13. هيدا سبب من الأسباب وبيلوموني جابوا لي خلال عم تلعب الدور هذا، فينا نفسر لمين مكان. في اوقات سبب مادي. يقال هالمسلسل في بطولة لأكثر من خريج في معهد الفنون. أيوه. هل نجومية رهنا على معهد فنون او لا؟ خريجي معهد الفنون كيف بدي اقولها، في 10% عم يبدو بس 90% لا. شو السبب؟ السبب انه اللي فكره هو انه اذا بيعمل 5 سنين جامعة فنون انه تخصص بشغلية، وهيدا الغلط. وانا دايما بحكي بالمقابلات مش تخصص الشغلية، مش يعني اذا عود ما نتخصص محامي او بيكون متخصص ممثل منا تخصص. والذنب مش ذنبه هو، ما بيعرف يكتشف حاله، ذنب الاساتذة تبع الجامعة. لازم من اول سنة يقولوا له انت منك موهوب، مش موهوبين، يعني بده يكون عنده خميري موهبي. الدراسة واحدة ما بتكفي، ما بتعمله لو تعلم 100 سنة، ما ممكن. إذا ما كان موهوب ما بيطلع. بتتوقع نجومية لحدا من هالوجوه اللي عم نشاهدها جديد على الشاشة؟ كثير قليل مع الأسف. نذكر أسماء؟ أنا بشفق عليهم لأنه قضوا 5 سنين عامل بكالوريا، المفروض يكون معه بك تقدر يفوت على جامعة الفنون، عم يعمل 5 سنين جامعة فنون، شوف شو عم يضيع من شبابه ومن مستقبله. في حدا لفتك غير شيء عن غيره؟ إيه، في ناس ملفتين. مثل؟ ما بدي اذكر اسماء مشان، لانه في اوقات بذكر اسماء بتورطني بقصة، بس في ملفتين من جامعة، في ملفتين، وفي ما ممكن لليوم ولا بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة ما حيصير، يعني لانه اساسا ما عنده الموهبة. لا ما عنده. سؤال تقليدي بيطرح نفسه، فيليب عقيقي لعب ادوار كتير سينمائية مسرحية وتلفزيونية، هل في بعد شخصية او دور بحب بيوم من الايام يأديها؟ بعد في 1000 شخصية. مثل؟ شو بعد في شخصيات، شو بعد في الدنيا ملانة نماذج للممثل. هلأ نحن وقاعدين هون بيقدر واحد يلعب 15 نموذج يلعبوا، يعني الدنيا ملانة شخصيات. بس ما هو الممثل عمره ما بيكفي يلعب اللي هو بده اياه يعني. قد ما نحكي عن حياتك الفنية ما بنقدر نفيها حقها. رح ننتقل لحديث من نوع آخر، نحكي عن الحياة الشخصية، عن الوجه الآخر لفيليب عقيقي اللي كتار بيجهلوه. تعودنا من سنين نشوف هالشيبة الحلوة اللي كلها وقار وكلها هيبة، علما انه معظم الفنانين بيلجأوا فورا الى صبغ شعرهم عند اول شعرة شيبة. شو قصة هالشيبة؟ شيبة انا ابن 30 سنة، يعني الشيبة مش لانه هلأ شبت بكير. نحن بعائلتنا كلنا اخوتي هاي كلنا ابن 30 سنة كان شعري مثل هلأ ابيض. ومن وقتها حافظت عليها؟ لا طبعا، ليش بدي شيء؟ بتعتبر انه النجم بتقل نجوميته اذا ترك شعره يبيض ويشيب؟ ما شو دخل، ما دخل نجوميته او بيصير ممثل منيح او مش منيح اذا شعره ابيض او احمر او اسود او لابس او مش لابس. انا بفوت قدام الكاميرا تلعب شخصية، ما بتطلع بالمراية اذا شعراتي مفركشين، شو ما قال علاقة بالشغلة كلها، ما قال علاقة بالشكل، ما شو قال علاقة بالشكل. هلا في ممثلات والله في ممثلات بالغرب، ممثلات مش ممثلين، مش عارف تطلع الممثلة اول دقيقة بدي ايش، بس بعد شوي بتملكوا للواحد بموهبته وتمثيله بأدائه، بأدائه بتجمدوا على الكرسي. فن منه شكل يعني. نحن لو كانت زوجتك او حبيبتك شعرها ابيض تتركها تترك شعرها على طبيعته او تطلب منها انه تصبغ شعرها؟ انا من المحبذين، من هواة الطبيعه،
يعني انا لو زوجي وانت حاطه ما يعني مش من ذوقي تعمل مكياج ولا كوافير ولا صرعات ولا طبيعه طبيعه طبيعه، ما في اجمل منها بالدنيا. طب ليه ما تزوجت؟ عم نحكي عن الزواج. والله انا ما بعرف، انا مش عارف مين بيعرف. في ايام مرقت في عده اسباب، في قد ما انا اشتغلت فن صرت انقل من شخصيه البس شخصيه اترك شخصيه البس شخصيه اترك شخصيه، ما رجعت في لي بعيقي احب وكون معي وقت واتعرف يعني على الدنيا مزبوط. كنت تمثل شخصيه رجل مزوج تفتكر انك انت مزوج، تنسى انه بعدك مزوج. بشخصية. وانا من اللي بس يستلم النص ويقول بدي العب الشخصيه هاي، خلص هاي الشخصية شنقلتها تحت باطي ومشيت أنا وياها، ما بقى أتركها. منا شغلة مادية تجارية، أنا منشوف كيف في ممثلين اليوم مع الأسف يعني بيجوا على التلفزيون بحطوا النصوص بالأرض مشان يقروا الشغلة. أنت قديه بياخد معك وقت حفظ النص تبعك؟ مش الحفظ، أنا أسرع واحد يمكن بالوسط الفني بالحفظ، بس مش الحفظ زي الشغلة، أنا ما بحفظ إلا تأكمش الشخصية مظبوط. ما يعني ما ببلش باخذ النص بحفظ، ما بحفظ الا بالاخير يعني اخر شيء الحفظ. هلا قبل كي نفتش على الشخصيه نشوفها الشخصيه ندرسها مظبوط، بس واحد يكمل الشخصيه بيعيش معاناه، بيعيش مخاض معاناه. حلو، ساعتها بيسهل حفظ السيناريو. بس يكمشها اللي بيصير يكمشها وتفلت منه ويقول هي بتفلت منه وبتعذبه كثير تيكمشها، بس يكمشها بصير الحفظ سهل كثير، ومن بعد ما ينفذها الصعوبه ذاتها تيتركها تيطلع منها. عم ضيعني على الموضوع يلي كنا عم نحكي. لا ابدا شو فيليب حقيقي ما تزوج، هل بالنسبه له الزواج له عمر معين؟ لا يعني وارد نسمع بعد كم شهر او سنه او اكثر، انه سنتجي بالعكس كم سنه مش كم سنه. انا قبل كل شيء ما بعترف بالكبر، ما بعترف بالعجز، انا عايش حياتي مثل الشباب. اليوم ابني 30 سنه ما في رافقني، بسهر كل الليل وبمشي وبعيش حياتي، عايش حياتي مظبوط. والحب شو دوره بحياتك؟ الحب بحياتي كارثه كبيره، لانه قد ما انا حساس وشفاف وعاطفي الحب بيقتلني اوام، بيقتلني. كم مره حبت لي حقيقي؟ حياتي طويله وحبيت كثير تقريبا، حبيت كثير كل شيء انت عم طيب بأي عمر كان أول حب لفيليب عائلة؟ من 14 سنة. 14 سنة حبيت من جارتنا، وبوقتها كان الحب ما مثل اليوم، من بالأربعينات بالثلاثينات كان الواحد ما في يشوفها للبنت أبدا، ما في أبدا ولا بشكل يعني في يشوفها، هو بحبها من بعيد من الشباك. وآخر حب أي سنة كان؟ لا آخر حب له زمان 10 سنين ما عاد يعني ما طيب اذا انا هلا اليوم انا بحاجه لحب، لانه في فراغ بحاجه لحب، والفنان بحاجه لحب، الفنان لازم يضل يحب، بس ما في واحد ينزل واحد على سوق الزلق سوق النوج دايري يفتش على حلبه، هذا بيجي بريمتين دريوان يمكن بنلاقي فيها بالسيرفيس بهون هونيك ما بيعرف وين. بتمني لك انه تلتقى بالحب، وبتمني لك دائما النجاح ودائما النجوميه، والله يخلي لنا اياك. الله يخليكي، شكرا. اهلا وسهلا فيك. اهلين.